ليه تلحقني؟ ليه تلحقني؟ وش بدك؟ خلف؟ اي خلف انت، وش بدك؟ تمشي وراي؟ لا تؤاخذني يا خلف، ما العتب على النظر. قل لي عسل، وش معه؟ ترى اطق، شو اسمها هذه؟ سلعوم. اطق سلعوم؟ قل وش السالفة؟ خلاص تركني يا خلف، بقول لك تركني. قل بصراحة، أنا مفكرك مهاوش. وانت وش بدك؟ وش لك مهاوش؟ لأنه أنا مكلف دور علي وراقبه. إيه ومن اللي كلفك؟ الزعيم. الحين عم مطرود كلفك أنت تدور؟ ولك لا مش عم مطرود، الزعيم بعت فليحان يكلفني بهاي المهمة. إيه وهذا فليحان هذا مهبول، ما شاف غيرك تدور أنت لورا ولا قدام. يا خلف بدي أسألك، أنا مهاوش ليش هربان من رجل عدولي؟ أي وجه صقيع الوجه. راح أمشي، يلا راح أمشي. يعني هلا شو اعمل انا؟ كفي المهمه ولا روح؟ اي كمل ليه لا؟ اقول لك وين تدور مهاوش؟ وين؟ دور بالمحيط الهنداوي. هو دوال المحيط الهنداوي؟ اي رح يمين يم الحزم. يلا سلم عليك يا خلف. اي سلام عليكم.